سعد في البداية أقول له إن شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة بإذن الله ويرجع أحسن من الأول. سعد من اللعيبة الرجالة قوي، اللعيبة اللي خدمت النادي الفترات اللي فاتت بقلبها قبل رجليها يعني. أتمنى إن شاء الله يرجع بسرعة ويرجع أحسن ويقف على رجليه ويرجع أحسن من الأول بإذن الله. سعد بعيد عن الكورة وبني آدم جميل بر بأهله، شخصية جميلة وحبيبي وأخويا الصغير يعني، وأنا بحبه وأتمنى له الفترة الجاية خير إن شاء الله بإذن الله. كل ولاد النادي الأهلي كده يعني، أنا عشرتهم ولما جيت اتعلمت من خلال أبناء النادي واللعيبة الكبار كانوا موجودين الجيل القديم إن هم عندهم الحتة دي، بيحبوا النادي كويس جدا يعني، بيعشقوا النادي الأهلي، ودي حاجة كويسة. الواحد يعني زي ما قلت لك ان انا اتعلمت وببقى مبسوط ان انا بشوف ولاد النادي الاهلي بيحبوا النادي وبيحاولوا ينقلوا ده لكل اللعيبة اللي بتيجي من بره، دي حاجة كويسة يعني. لما نيجي نقول ولاد النادي الاهلي يبقى خلاص ما فيش كلام، هتلاقي هم ملمين بكل حاجة داخل النادي من حب الاستقرار للتشجيع، حتى لو مش موجود في الملعب بتلاقي قلبه مع الفرقة وبيتصل بيطمن على اللعيبة، والنهارده معلش كنا مش موافقين، لكن دايما هم ولاد النادي الاهلي كده يعني. في النهاية تبص له كده اهو مع كابتن اسلام الشاطر وتقول له حاجة محدش يعرفها، هو بقى يجاوب عليها هو على الهوا بقى، حاجة انت قول له قولها. لا والله ما سعد زي ما قلت لك اخويا الصغير، حتى يعني انا دايما بتكلم معاه كتير وباخد رايه في حاجات كبيرة، ان سعد يعني اصغر من سنا بس يعني ما شاء الله دماغه كبيرة. اتمنى له التوفيق ويرجع ان شاء الله باذن الله كويس باذن الله. شويه الفتره الجايه ساعه طبعا لعيبه انا بحبها جدا طبعا، اخ كبير ليا طبعا، بتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل ان شاء الله ويرجع بسرعه، وحشتنا في الملعب، واتمنى ان انت تبقى موجود الفتره الجايه ان شاء الله في اسرع وقت ان شاء الله. لا سعد يعني قبل في الملعب طبعا، سعد بره طبعا عشت معاه معسكرات كتير طبعا، منتخب ونادي، ف على طول بنتكلم مع بعض، دايما عنده روح اللي هو لازم نكلم اللعيبه ونجمع اللعيبه مع بعض. طبعا سعد يعني مش عارف اقول لك عليه، هو اللعيبه اللي هو اللي عندها روح على طول قتاليه في الملعب طبعا، ما بيحبش يخسر حتى في التمرين، فان شاء الله ربنا يشفيه ان شاء الله ويرجع بسرعه ان شاء الله اقوى من اول باذن الله ان شاء الله.